السلام عليكم، معكم ميس لبنى. ان شاء الله هنبدأ مع بعض الستوري بعنوان بايرت جيك. بايرت يعني قرصان او لسه بحر، وهو اسمه جيك. بايرت جيك ليفد نيكست تو ذا سي، يعني القرصان جيك ليفد عاش، وده الباست بتاع الفيرب ليف يعيش، نيكست تو بجوار ذا سي البحر. Every day كل يوم Pirate Jack pushed his boat، وبوشت يعني كان بيدفع أو كان بيزق، وده الماضي بتاع push his boat القارب بتاعه into the sea للبحر وبداخل البحر. Every day Pirate Jack rowed his boat on the sea، يعني كل يوم القرصان جاك كان rowed، اللي هو برضو الماضي الباست من row، يعني كان بيجدف القارب بتاعه on the sea، على البحر أو في البحر. بعد كده بيقول one day، في يوم من الأيام the boat crashed into a rock، يعني القارب بتاع البايرت جاك crashed يعني اتصدم خلاص، وده برضو الباست بتاع crash يصطدم، يبقى الماضي بتاعها crashed اتصدم into a rock بداخل صخرة. It made a hole in the boat، نتيجة الصدمة دي عملت a hole، hole يعني ثقب أو خرم في القارب. Then بعد ذلك some water came in the hole، طبعا بعد ما حصل ان هي اتخربت حصل ايه بقى، بعض من المياه دخلت، كم ان دخلت in the hole في الثقب ده. Pirate Jack was scared، كان خايف، ودي الماضي بتاع سكير يخاف. He said قال oh no I must go back to the beach quickly، يعني انا لازم ارجع الى الشاطئ بسرعة، كان خايف لحسن المركب بتاعته تغرق. بعد كده بيقول لنا Pirate Jack rowed his boat back to the sea، يعني ابتدى بقى القرصان جاك ان هو يجدف بالقارب بتاعه يرجع بقى للشط تاني. He looked at the hole in the boat، وبص looked برضو دي الماضي بتاع look، ينظر نظر للخرم او الثقب ده في المركب بتاعه. It was a very big hole، يعني كان الثقب كبير جدا. Pirate Jack was very sad، كان حزين. He said قال what can I do now، يعني هعمل ايه دلوقتي، انا اقدر اعمل ايه دلوقتي. I can't mend the hole، I can't يعني انا لا استطيع mend اصلح الخرم، انا مش هقدر اصلحه، مش هعرف اسده. I can't row my boat، يبقى انا كده مش هقدر اجدف او ادخل البحر بالقارب بتاعي. Page number 6. Every day Pirate Jack sat on the beach، زي ما احنا شايفين البيكتشرز الصور، كل يوم بقى طبعا مش قادر يعمل حاجة غير ان هو قاعد. sat on the beach، قاعد على الشط، وطبعا sat ده برضو الباست بتاع sit، sit يجلس، دي present الباست بتاعها sat جلس on the beach. he looked at his boat، نظر، وده الماضي برضو looked، الماضي بتاع verb look، ينظر نظر للقارب بتاعه. and was very very sad، وكان حزين جدا جدا. page number 7. soon قريبا او حالا Pirate Jack looked like this، طبعا شايفين منظره بقى اتبهدل خالص، ودقنه طلعت وهدومه، طبعا كل ده من اثار الحزن اللي هو ايه عايش في الفترة اللي فاتت. فبيقول Pirate Jack looked like، بيبدو this، يعني شكله بقى بالمنظر ده. page number 8. one day some children came to the beach، يعني في يوم من الأيام بعض الأطفال came، أتى، وده برضو الباست بتاع verb come، to the beach للشاطئ. Pirate Jack was happy to see them، القرصان جاك كان سعيد ان هو شاف ال children الأطفال دي. page number 9 بيقول hello I am Pirate Jack he said، هو قال لهم اهلا انا القرصان جاك. the children were scared of Pirate Jack، طبعا الاطفال كانوا خايفين من شكله. they run away، run away يعني طلعوا يجروا. they shouted help help it's a pirate، يعني هم صرخوا وقالوا ايه ساعدونا ساعدونا ده قرصان. let's run away as fast as we can، يعني خلينا نجري باسرع قوة عندنا على قد ما نقدر ايه نجري.
Page number 10, the next day, في اليوم اللي بعده, some more children came to the beach, برضو أطفال أكتر جم ل أو أتوا إلى الشاطئ, وبرضو came, ده الماضي بتاع verb come. They came to play in the sand, هما أتوا علشان يلعبوا في الرمل. Pirate Jack was happy to see them, برضو Pirate Jack كان مبسوط وسعيد إنه شافهم, فبيقول hello, I am Pirate Jack, he said, يعني أهلا أنا القرصان جاك. بعد كده بيقول the children were scared of pirate Jack, برضو الأطفال كانوا خايفين من القرصان جاك. They ran away, وطلعوا يجروا وهربوا. They shouted help help it's a pirate, يعني ساعدونا ساعدونا ده قرصان. Let's run away as fast as we can, يعني برضو خلينا نجري بأسرع قوة عندنا. Page 12 بيقول the children الأطفال ran back to the town, الأطفال رجعوا بقى. run back يعني برضو الباست بتاع run, يعني الverb run يجري, ran ده الماضي, ولو خدنا بالنا ان القصة كلها تصرفات أفعالها في الماضي. the children أطفال ran back يعني رجعوا إلى التاون المدينة سريعا. a lady سيدة said قالت why are you running, انتوا بتجروا ليه. فأمان said الراجل قال برضو what are you scared of, انتوا خايفين من ايه. the children told the people يعني الأطفال أخبروا, وهنا كلمة told الماضي بتاع tell يخبر, فالماضي بتاع tell told, يبقى the children الأطفال told the people أخبروا الناس in the town في المدينة about pirate Jack, يعني رجعوا بقى المدينة وحكوا عن pirate Jack إن هم خايفين منه. وبكده نبقى وصلنا لحد page 12. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.